الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الإخلاص والوفاء صح شيبتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالليلة باش نلفت نظركم إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع كونها الإنسان وهي أفسد ما صنع الإنسان لأخيه الإنسان هي مؤسسة السجن السجن اللي تتسلب فيه حرية الإنسان واللي نومر من نوامر ما عاش له باسمه له بالنومر بتاعه واللي يتهز ويتجاب ولا يعرف وين ماشي ولا منين جاي يتحرم من كل حقوقه عنده وقت قليل في الأسبوع باش يزور عائلته وقت اللي يجيو يطلوا عليه وما يزورهم إلا تحت الضغط وتتحسب كلماته ماكلته وشرابه تنزل الى المستوى الادنى واللي في وضعيه ضياع يخسر شخصيته كانسان صحيح وان الانسان اللي يذنب في حق المجتمع لازم يتعاقب صحيح وان اللي يعمل جريمه لازم يتعاقب صحيح وان المجتمع السليم هو المجتمع الذي يميز بين المستقيم وغير المستقيم لكن كيف قدر علينا ربي وعنا حبوسات وعنا مجرمين وعنا ناس يتبعهم القانون ويحكم عليهم وفيهم اللي يتحكم ب 16 يوم ولا 15 يوم وفيهم اللي يتحكم مدى الحياه. الناس هذو لازم نعملوا لهم نظام ما يلغيش انسانيتهم ويعاونهم باش يداركوا اخطائهم ويخرجوا من الخلل اللي مشوا فيه. لو فما واحد كان سوي قاعد لبس عليه وإذا بيها تفطر لا الله فغلطت في غلطة. ما هو ظروف. صحيح الظروف هذه تفسر الواقع وما تبررهاش. يعني اللي جرم كي نعرفوا ظروفه مش معناه هو مش مسؤول، هو مسؤول على روحه والقرار قرار في هو وهو المسؤول على روحه، هو اللي يقول إي ولا لا. لكن في بعض الأحيان فما ظروف تحيط بالإنسان. تجعله ينحرف ويخطئ. ويلزمنا هل ينحرف والذي أخطأ؟ او اللي تلبست له تهمه هو مش عاملها وكما يقولوا العوام يقولوا قداش في الحرب قداش في الحبس من مظلوم الناس هذم يا اخواني الكرام حريبين باش نطوروا المؤسسه السجنيه اللي كوناها في بلادنا كل قبل نسجن الناس هكاك وبرا أبوها على اخوه بعد جا خير الدين عمل لنا السجن المدني بتاع تونس عام 1872 هو اللي عملنا سجن وعمل فيه دفتر وتاريخ دخول وتاريخ خروج واليوم طورنا سجوننا عند برشا سجون موجودة في البلاد لكن السجون هذه قاعدين راو في معاناة معاناة زرقة عس بركة على العائلة اللي انهارت الزيارة متاعها تقوم ماضي ثلاثة من نص الليل للأم ولا الزوجة ولا البنت وماضي ثلاثة من نص الليل تبدأ باش تصنف وتحضر وبعد تركب في الكار وتوصل وما توصل للسجين باش تزوره الا بعد 12 ساعه تقريبا وقاعدين نشوفوا فيهم كيفاش نساها هابطين من الكيران وهما يهزوا فيك القفة ويدعدعوا فيها وبعد كيف يوصلوا هذه تدخل وهذه ما تدخلش وهذه مقبوله وهذه مش مقبوله ويتنبشك الكسكسي يولي سفيه على عليه القرعه يولي من لوطة والبطاطا تولي من لوطة والفلفل اللي المحشي اسمه يتحل ويتشاف بالكشي فيه حريب شامل حريب شات عداها خوه ولا عداتها امه الحالة هذه يلزم احنا نتلفاوها احنا مازلنا زلنا توفق تخفى احنا لان عنا عندنا مطاعم وعندنا مؤسسات تحضر الطعام وتولي إدارة السجون تتعامل معاها والسجين اما يأكل الصبة العادية اكل يعطي له وقليل من يعديها انا عمري ما عديتها والا عاشوا بطعيمه لبس بيها وتفكروا في فاح اميمته أم الحنانه معليه كان يشري بفلوسه ونشرب البنوات وتشرى وتنحينا هذه مشكله مشكله الماكله اللي هي جزء من معاناه الاسره هالاسره اللي تتعب والاسره اللي تتعذب وتنفق الفلوس وتنفق الجهد وتجي في راس شكون؟ تجي في راس الولايه هاك الام اللي عندها قلب واللي ما تحملش مش تنسى ولدها ومجرم وتعرفه مذنب وتعرفه بالباص وتعرفه يضرب بالفاس ويضرب بالسكينه ويحاول يقتل العباد لكن تبقى عاطفه الامومه قائمه فيه وهو يستنى في الاميمه حتى تجيه ووقف الغنيه هو قالوا يميمه يميمه ما يغني لها في الحبس هو هالحالة هذه يا اخواني الكرام احنا مطالبين بتطويرها المؤسسه السجنيه انا نعرف ان الوزاره اليوم قائمه بجهد كبير في تطوير المؤسسه السجنيه وانا الكلام اللي نقول فيه هو في الحقيقه من قبيل التذكير باش المجتمع يتحزم كذلك باش يسعى في تطوير عقليه هالمساجين مش يدخل لنا الحبس يقعد خمسة سنين وستة سنين وبعد يخرج كيما دخل كيما خرج خرج من القصبه معوج لا يلزم نطوروه وساعات يخرج لنا دخل على جريمه يتعلم عشرة جرائم ويولي يطبق ويولي مرجع فني احنا اليوم مطالبين باش مؤسسه سجنية نرجعوا لها اعتبارها كمؤسسه اصلاحيه الوقت ضايع اللي يعديه في الشمبري يهز كلبك حط كلبي وهما يكمبنوا كيفاش يعملوا جريمه وكل واحد يجيب اش تجربته في الجرائم المفروض الوقت هذا يتصرف في تعليم مفيد نعلم صنايع ونعلم مبادئ اللغه ومبادئ العربيه والفرنسويه ويخرج لنا من غديك متعلم لبس بيه وفما تثقيف اخلاقي والتوجيه تربوي لازم نقوم عليه صحيح الكثرة ما يزز المخلوق كان الخالق لكن الجهد الوطني إذا كان يجتمع ينصب لإصلاح هذه الفئة من أبناء المجتمع اللي هم ما هم إلا أولادنا وإخواننا صحيح أجرموا في حق مجتمعهم يخلصوا لكن يخرجونا قادرين على التدارك وواجب المجتمع أن يعينهم على ذلك فكروا في الموضوع يا أخواني الكرام لأنه ما فماش دار إلا على يمينها وعلى يسارها شخص تخلص السجن وخرج ويزم نصلحوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته